المصري بيقول لك لما طلع الشعبي غير الموقف الرسمي مع كامل التقدير لي، احنا قاعدين نقول فيليبس و25 ميداليه ذهب ورا مؤسسات فيليبس ورا مؤسسات بتشتغل. الشهابي حد قاعد معاه وقال له يا ابني ما تخش، يتسلم عليه بقرف، يتسلم عليه بعنطزه، يتحط الكوفيه الفلسطينيه جنبك كانها فوطه. حد قال له ده؟ لا، لقيت التقرير بعد كم الانتقادات الرهيب اللي طلع هنا من مصر مش من بره، ان هم الله ده في هجوم علينا اعلام واحنا كده شكلنا وحش، طب نعمل ايه؟ الجمهور صفر، تعالوا نطلع بيان. الجمهور صفر وقتها في مشهد صعب جدا، تعالوا نطلع بيان ان احنا ملناش دعوه. حتى البيان بليد 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 بمعنى الكلمه، ان احنا سيبنا الشهابي يطلع يعمل اللي هو عايزه. يا ابني انت طالع باسم مصر، يا ابني انت ده رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، انت طالع باسم مصر. يعني الشهابي ده هو بيلعب، مش بيلعب كده، مش باسمه، باسم مصر، مصر واللي رفع علم السعوديه، انت ضمن الوفد المصري في الاولمبياد. شوفي حضرتك خسرتي قد ايه.